فلتحيا سيدة زليخة. تحية الآلهة عليكم. هل تمكنتم من حمل يوزارسيف على الطاعة؟ كلا يا سيدتي، لا، لا يمكن إصلاحه، وليس أهلا للطاعة. حمله على الطاعة ليس صعبا، أنتم لم تستطيعوا. أرسلت هذا الغلام العبراني إلى السجن لتضعوه في الحديد وتشعروه بالجوع والعطش ليعود إلى رشده، لكنك تركته يسرح ويمرح. سيدتي الموقرة، إنما نقيد من نخاف فراره، أما يوزارسيف فليس فرارا، ونعالج بالجوع من كان همه الأكل والشرب فقط. وأين ذلك من يوزارسيف؟ ونضرب بالصوت من كان مجرما قاتلا وهو ليس كذلك. لقد صدقوا إذن. إن جذبتم جميعا إلى يوزارسيف وافتتنتم به. إن أردت الحقيقة فهذا صحيح. أنا لا ألوم الموقرة زليخة في حبها ليوزارسيف، فهو حقا أهل لأن يعشق. طلبت منك لماما أن تحدثه في بعض الأمور، خذوها إلي. أيها الحارس، خذ يوزارسيف إلى حجرة الزيارات. دعونا لوحدنا. ما الأمر مجددا كلماما؟ هل لازالت السيدة زليخة مصرة على تخيلاتها المعهودة؟ لقد نسيت الطعام والشراب منذ مدة، ولكنها لا تبارح ذكرك أبدا. إني لأرأف لحالها حقا. ليت لو أنها بدل الإذعان لطباع النفس عمدت إلى الاستماع للعقل والتعقل. العشق والعقل؟ زليخة ليست عاشقة. لا تسيء التمييز بين العشق والهوس. العشق أمر مقدس ولا يحل في القلوب الملوثة والمريضة. وهل تعتبر السيدة زليخة امرأة ملوثة؟ أقسم بالآلهة لو أنها أذنت لي لأجبرتك على الخضوع والطاعة تحت وطأة التعذيب، ولكن ما العمل إن منعتني السيدة زليخة من ذلك؟ زليخة تعلم أن يوزارسيف ليس من أهل الخضوع، ولهذا السبب لا تأذن لك في التسرع والإقدام. أنا أحب السيدة زليخة وسوف أساعدها على الدوام لكي تصل إلى كل مآربها، سواء كان الهوس غايتها أم العشق. أنا لا أتمنى لك الحرية يوزارسيف، أما زليخة فبلى. لقد جئت إليك بناء على طلبها لأدلك على طريق الحرية. أخبريني، كم تحبين زليخة بصدق؟ أحبها مثل روحي. أنا أحب خالقي أكثر من كياني ووجودي برمته، وكل ما أصب إليه هو أن أنال رضاه بكل ما أقوم به، وليس رضا زليخة. أنا أعدك وعد الصدق أنك لو أطعت السيدة زليخة ونزلت عند رغباتها فستجد نفسك حرا من فورك. أخبري زليخة أن يوزارسيف لا يشتري حريته باقتراف الذنب وارتكاب الخطيئة، والأفضل لها هي أيضا ألا تبيع روحها إلى الشيطان. أخبريني، ألا يولي أهل مصر أهمية لعفة المرأة ووفائها لزوجها؟
رغم كل المودة التي أكنها للسيدة، علي الإقرار أنها امرأة سيئة. كيف أمكنها بوجود بوتيفار المعظم وصاحب المقام الرفيع أن تركض وراء رجل آخر مثلك أنت؟ لو أن زليخة عرفت معبودها وصاحب الجمال الحقيقي، ما كانت لتشغل قلبها بحب عبد كيوزرسيف. إلهي، خلص زليخة من ظلمة سجنها التي تحيط بقلبها، وأنره اللهم بنور الإيمان. دعوه يقبع في السجن حتى يفسد جلده. إن استطاع أن يرى وراء أذنيه فإنه سيذوق طعم الحرية. تحركوا. زليخة تلعب بالقمار، فقد خسرت نفسها رغم أنها تخفي ذلك. إنها تحاول أن تتظاهر بالقسوة ولكنها لا تفلح أبدا. سلام الله عليك. وعليك سلام الله. أبحث عن يعقوب النبي. وماذا تريد منه؟ أحمل له رسالة من شاب سجين في مصر. هل قلت من شاب سجين؟ أجل، تفضل معي. شكله، ماذا عن طلعته؟ ما هو عمره؟ قامته طويلة، أظن أنه في الثلاثين أو أكثر بقليل. هل كان حسن الطلعة؟ اسمه أليس يوسف؟ سألته عن اسمه فسألني أن أعذره في ذكره. أما جماله فلم يبدو لي لكثافة شعره وطول لحيته. جمال يوسف يبدو لي حتى من وراء الحجب. لا، لا شيء يمكن أن يخفي جماله على الإطلاق. سألني عن كبير أهل كنعان فذكرتك. سألني عن فروعه الاثني عشر المثمرة، قلت إن أحدها انقطع. لما لم يذكر اسمه؟ لما سأله العذر في ذكره؟ لو كان يوسف لذكر اسمه، لذكره من أجل أبيه. قلت إنه بعث معك برسالة. أجل، طلب أن تدعو بحق السجناء الغرباء والمكروبين. خلصه اللهم من القيود وأسر السجن. قال السجين أنك متى ما رفعت يد التضرع نحو الله فادعو بحق الأبناء الذين فرقتهم الغربة عن آبائهم. هذا يوسف ابني. إن هذا الابن البعيد عن أبيه له ابني. تسمع يا بنيامين، هذا حديث أخيك يوسف وهو يتأوه على فراق أبيه. اهدأ يا أبي. وأين يوسف من مصر ومن السجن أيضا؟ ما عدا ذلك فإن أوصافه تطابق يوسف تماما. أشعر أن هذا السجين هو إما يوسف ابني وإما أنه يخبر حاله. أسمعني السجين أيضا حديثا حول خلافة الله والفرع المقطوع، ولكن ذهب عن بالي. إلهي وربي، خلص ذلك السجين من غياهب السجن وأذقه حنان أبيه. اللهم متع أبصار أبيه برؤيته وأنر قلبه. إن أذنتم لي فأسألكم الرخصة. حفظك الله، حفظك الله من كل شر وجزاك أحسن الجزاء. أرجو أن تكون هذه العيون
لقد رأت يوسف ابني. آمل ذلك، في أمان الله. رعاك الله. اللهم اقضي حاجة ذلك السجين المصري المحتاج للدعاء. أعلي المقام قائد تاكلو. تحية للكاهن الأعظم عالي المقام ألخماهو الحاكم أمن حوطب الثالث إله أهل مصر، يطلب من جناب ألخماهو أن يلبي دعوته في الانضمام إلى الضيافة الكبرى التي ستقام في باحة القصر، ويزين بحضوره الكريم هذه الوليمة. نحن شاكرون لدعوة الحاكم وسنلبي دعوته إلى الوليمة. يمكنك الانصراف. لماذا قبلت دعوته؟ فقد يكون في الأمر مكيدة. لا خيار لي. عدم المشاركة يعني التمرد، يعني ذلك إعلان الحرب على أمن حوتم. من جهة أخرى، فإن كان أبو بيس قد أراد إلحاق الأذى بأمن حوتب، قد نكون موضع اتهام في تحريضنا، وعدم تلبيتنا الدعوة برهان على ذلك. وماذا إن كانت هذه الدعوة فخاً ومكيدة؟ باد يمون عليه أن يأمر جنوده بالاستعداد للتدخل في حال حدوث أي مكروه. علينا أن نرسل الدعوات إلى عدد من وجهاء المدينة، فبحضورهم نحول دون أن يتمكن أمن حوتب من فعل شيء. لا يخفى عليكم أن عدد أنصار آمون كبير جدا، لدرجة أن أمن حوتب لن يجرؤ على أن يهين سيادة الكاهن الأعظم. حسنا، اذهبوا وهيئوا أنفسكم للوليمة. تحية لعالي المقام. شكرا لك. لقد جئنا لأخذ أبو بيس بيناروس وكيمون الكاهن. حسنا عالي المقام، انتظروني قليلا. فليستعد السجينان أبو بيس وبيناروس لمغادرة السجن. أبو بيس، هدئ من روحك. يجب أن تحضر عند أمن حوتب للمحاكمة. أبو بيس، أبو بيس، توكل على الرب الذي آمنت به، وعليك بالرضا بالمصير الذي اختاره هو لك. إن بقيت في هذه الدنيا فسوف نلتقي مجددا، وإن رحلت عنها فاعلم أنك السابق ونحن لاحقون. اليوم هو اليوم الثالث، وقد بدأت تظهر إمارات تأويل يوزر سيف للرؤية. انهض أبو بيس بسرعة. حسنا حسنا. ستلاقي ربك. جهزوا أيضا كيمون الكاهن.
كن سعيدا أنك سوف ترحل عن هذه الدنيا وأنت مؤمن. إن خرجت من السجن حيا سأرى ساقي أمين حوتب. ألا تريد أن أتيك بالثياب والطعام كما يفعل نيميسابو؟ لي أنا؟ كلا، بل لهؤلاء. ميناروس، أرجوك أدعو لنا الله أن يهيئ ما يكون سببا لخلاصنا بأسرع وقت. باي أبوبيس، لا تقلق، فإنباءات يوزرسيف ليست إلا كذبا، لن يحدث لك شيء، أنا أعدك بذلك. افتح الباب. فيبون الكاهن استعد، لقد حان وقت الذهاب. إلى أين؟ لا أدري، جاء فرسان قصر أمن حوتب لأخذك من هنا. قيدوه بسلاسل الحديد. سوف ندعو لك يا أبوبيس. لا تفقد الأمل، أنت السبب في إيماني يا يوزرسيف، وسأسعى أن أحافظ عليه. سوف تعود إلى أمن حوتب وستنال مكانتك ومقامك السابقين. لقد رآني أمن حوتب مرة واحدة وكان لقاء جيدا جدا. أذكرني عند سيدك وقل له إن يوزرسيف لا ذنب له، زجره في السجن ظلما. حتما حتما، فليطمئن قلبك. سأهيئ لك من عمرك مخرجا. وداعا 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 وداعا، ندعو لك جميعا. أرجوك لا تنسى الله يا أبوبيس. أرجو أن تبقى السلامة. مع السلامة. بأمان الله. وداعا بأمان الله. كل حاكم أمن حوتب سوف يعمد إلى إخراجك من السجن. ليت لو أن لنا أحدا مطلوب منه العون. ماذا قلت؟ قلت إن أمن حوتب سوف يخلصك من السجن، هو يمتلك القدرة على ذلك. لكني أعرف من هو أقدر من أمن حوتب. لما لم أسأله هو؟ أنت الكاهن كيموني. أبوبيس، بيناروس، أنتما ماذا تفعلان هنا؟ لا تتظاهر بالحماقة والجهل، فنحن الاثنان سجينان هنا منذ بضعة أشهر، لكن أحدا من كهنة المعبد والمشرفين عليه لم يسأل عنا. ولما كنا لنسأل؟ وماذا يعنينا نحن من دخولكما السجن؟ أنتم حقيرون، نحن في السجن بسببكم. لولا أن يدي في الأصفاد لحطمت أسنانك كلها لتدرك عندئذ ما الذي يوجب عليك أن تزورنا في السجن. نذل حقير. اهدأ. غطوا وجوههم باللثام، يجب ألا يعرفوا. هيا تحركوا، هيا بسرعة، هيا.
أبوبيس، ها؟ هل تراك تفوهت بشيء حتى الآن؟ لم أستطع احتمال العذاب، أقررت بكل شيء. ولكن ألم تفكر في هلاك زوجتك وأولادك وأقربائك أيضا؟ إن السياط والعذاب قد أخرجا كل الأفكار من رأسي. على كل حال قد حصل ما حصل، وأعلم أنكم لن تقوموا بتنفيذ تهديداتكم. لم يفوت الأوان بعد، أنكر، كن على يقين أن المعبد سينتقم منك أشد الانتقام. الإنكار بعد الإقرار لا جدوى من الإنكار. قل إن الإقرار كان على أثر العذاب وأنك احترفت حفاظا على حياتك. بوتيفار ليس أحمق إلى هذا الحد، لن يقبل. لا خيار آخر، إن لم تفعل ما أمرك به أعدك بأنك ستخسر كل شيء. صدوا أفواهكم، اسكتوا. هون عليك، فأنت لم تقترف أي خطيئة. إن الله سميع رقيب، وقد طلبت من بناروس أن يذكرني عند أمن حوتب على مرأى من الله. وهل من المعيب أن يعرف أمن حوتب أنك بريء وأن يسعى في سبيل خلاصك وإنقاذك يا بني؟ أليس من المعيب أن أدعو الآخرين إلى الاستناس بألطاف الله بينما ألجأ أنا إلى طلب المساعدة من الأغيار؟ يعني الغفلة. الغفلة. أنت لم تقصد شيئا إلا أن لا يجهل الحاكم بأمرك، وأردت أن تلفته إلى براءتك فقط. لما كان الله شاهدا علي وشهيدا على براءتي، فما الحاجة إلى التفاتة غيره؟ أنا أطلب العفو والغفران من الله وأسأله التوبة. لقد كنت مخطئة. ما تطلبونه من الخلق هو موجود كله عند الله مجتمعا. الويل للذين يمدون يد السؤال في قضاء حوائجهم لغير الله. الويل من جزع الخلائق إن عاملهم الله بعدله في اليوم الموعود. الويل من يوم تخرق فيه الحجب نظر الله إلى خلقه بعين العدل. الويل كل الويل للظالمين من يوم ينتصر الله فيه للمظلومين. الويل من يوم تبكي فيه
عيون العصاة دما إذا ما أطلعهم الله على قبيل الأفعال. هل جئت لكي تطلعني على جزاء خطيئتي؟ اسكن يا يوسف، لا تبالغ في أذية نفسك. أنا مطلع على خطيئتي ولن أغفر لنفسي أبدا. هذا الاطلاع إنما هو من لطف حضرة الصاحب في حق يوسف. هذه الألطاف التي لا تحصى هي التي أخجلت يوسف، فماذا الذي جعلني عزيزا عند أبي وسائر الخلق؟ الله هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء بفضلته. ماذا الذي جعلني في قصر عزيز مصر وأفاض علي نعمه؟ الله هو الذي تفيض من وجوده أصل كل نعمة. ماذا الذي أنجاني من حبائل زليخة ومكر سائر نساء مصر؟ الله هو الذي يعصم عباده الصالحين عن ارتكاب السوء والفحشاء. إذن فلماذا ذكرت غير الله الذي يراني ويخبر حالي ولا يغفل عني وأنا في محضره؟ أليس جديرا بيوسف أن يبكي دما عزاء على خطيئته، أن يخمش وجهه وأن يلطم رأسه؟ لقد أخطأت يا رب، لقد أذنبت حقا، أسأل الله أن يغفر لي تقصيري. لو أن يوسف لم يلتفت إلى خطئه ولم يفزع كما فزع إلى حضرة الحق طالبا العفو والصفح، كان ليطرد من ساحة الحق ويمحى اسمه من ديوان النبوة. كان مقدرا أن يقضي يوسف في السجن سنة واحدة، أما الآن فقد أضيف إلى تلك المدة 7 سنوات ليعوض يوسف عن تقصيره ولكي يتحمل المسؤولية في هداية أهل السجن. سيحتاج يوسف إلى أتباع كثيرين فيما يأتي من الأيام. لقد رضيت بالسجن حتى ولو كان طوال العمر، يكفيني أن معبودي لم يسقطني من عينه. شكرا لله، شكرا لله. أسامحكم عذرا، فقد قطعت نومكم. أدعو الله على الدوام أن لا يسلبنا ما وهبنا من الإيمان والخضوع. قولوا دائما: اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هل اتخذتم التدابير المناسبة لمواجهة أي خطر؟ نعم عالي المقام، لقد تسلح الجنود والعبيد
أمرت بانتشار بعض الجنود المسلحين بين الناس، وأمرتهم بالهجوم إذا حصل شيء. حاول السيطرة على نفسك، إياك أن تنجر إلى الغضب. جناب بديامون، أسلحتكم. لقد جاءك. إن ملك أرض مصر الموقر الإله أمنحوتب الثالث يدخل الآن. يا للروعة، الموقر الإخماهو الكاهن الأعظم لمعابد آلهة أرض مصر الحبيبة، أهلا بك في وليمة اليوم. تحية لحاكم مصر المعظم الإله أمنحوتب الثالث، أعظم حكام أصقاع مصر. هل حقا يعتقد جناب الإخماهو بالألقاب التي ينثرها علينا على الدوام؟ لا شك في ذلك أبدا، وكل ما قلناه يعكس حقيقة حالنا. كل حكام مصر من وجهة نظر كهنة معبد أمون يحظون بمقام نصف إله. أنا أسألكم يا كبار الكهنة، إن دبر أحدهم مكيدة ضد من يحظى بالمقام الذي ذكره الإخماهو، فما هو حكمه؟ نحن نظن أن نميمة مريدي السوء قد ملأت ذهن عالي المقام بالكلام الباطل بحق أرباب المعابد، ولكن فليطمئن جناب الحاكم، فإن أقوال أولئك الوشاة لا يمكنها أبدا أن تقلل من الاحترام الكبير الذي نكنه للحاكم، حتى ولو عكرت هذه الأخبار صفوه تجاهنا.
اليوم سنقدم عرضا في حضور أشراف وكبار مصر، وأبطال هذا العرض هم حضرات السادة الخماهو، باديامون، أبوبيس وبيناروس. حسنا جناب الخماهو، هل تعرف هؤلاء؟ نعم، إن لم أكن مخطئا فإنهما الساقي ومباشر مائدة جناب سيدي أمين حوتب. هل ستفصحون عن علاقة هذين الاثنين بالمعبد؟ أم أطلب إليهما أن يعلنا ذلك على رؤوس الأشهاد؟ علاقة المعبد بهما أنهما من أتباع أمون، ولا تربطه بهما علاقة أخرى. حسناً أبوبيس، ماذا عنك؟ هل تنكر علاقتك الأخرى بالمعبد وبجناب الخماهو؟ هيا أخبرني الآن. أنا لا أدري يا سيد بوتيفار عن أي علاقة تتحدث. عن العلاقة بالخماهو، تكلموا عن المكيدة التي كان قد دبرها ليودي بحياة أمن حوتب. أنا لم تربطني هكذا علاقة بجناب الخماهو. لكنك اعترفت على مسمع من مأموري السجن أن الخماهو دفع لك 1000 مسكوكة من الذهب لتدس السم في كأس الحاكم، وشهد بعض الشهود على ذلك. أنا لا أنكر، لكن اعترافي كان نتيجة التعذيب والخوف على الحياة. وماذا تقول في محاولتك قتل علي المقام؟ لما أقدمت على ذلك؟ لا علاقة لذلك بجناب الخماهو وكهنة المعبد إطلاقا. في أحد الأيام انتقدني الحاكم لطريقة تدبيري للأمور، خشيت أنه سيقتلني عندما تصلح الفرصة، لذلك قررت أن أسبقه إلى ذلك. أنت تعلم أن عقاب من أراد السوء بحياة الحاكم هو الموت بلا شك، أليس من الأفضل أن تشي بمن قاموا بتحريضك لينالوا جزاء أفعالهم؟ يا جناب بوتيفار، أنت تحاول مصرا على جعل خدام المعبد شركاء في تدبير المكيدة. لقد أنكر علاقته بالمعبد على مرأى من الناس ومسمع، فما الذي تحاول إثباته بعد ذلك؟ لا يطمئنن بالكم كثيرا أيها الكهنة، فالعرض لم ينتهي بعد. حسناً جناب كيموني، ما الذي كنت تفعله أمام سجن زاويرا؟ ولماذا ذهبت تبحث عن أبوبيس؟ ذهبت يا سيدي من أجل زوجته وأولاده القلقين الباكين، إذ فقدوا أثره منذ مدة. وعدتهم أن أتيهم بالأخبار الطيبة عنه. بحثت في كل مكان، وما إن وصلت إلى أمام سجن زاويرا حتى قبض علي السجانون. لكن أبوبيس اعترف في السجن سابقاً أنك رتبت لقاءه مع الخماهو الذي عينه ليكون هو من يقدم على قتل الحاكم. الإقرار تحت التعذيب ليس ذا قيمة فعلية كما نعلم جميعاً. تقصد أن لا علاقة لك أبداً بأبوبيس وبيناروس هذا؟ ولم يكن لك أي دور في تدبير المكيدة لحياتنا؟ لا أبداً يا سيدي، لا تربطنا أي علاقة. وأنت يا أبوبيس،
لم تربطك أي صلة بكيموني وألخماهو؟ لا يا عالي المقام، أنا لم تربطني أي صلة بكيموني وجناب ألخماهو. وقد دبرت مكيدة السوء بحياتي مع بيناروس لوحدك. كلا عالي المقام، كلا، أنا لم أكن على علم بالقضية. إنه محق، هو لم يكن له علم بهذا الأمر. أنا وضعت كل تلك الخطة وحدي، أنا طلبت منه أن يساعدني ولكنه لم يفعل وقام بإخباركم. هيا ابتعد عن ناظري قبل أن يتملكني الغضب وأفقد زمام نفسي وأصدر الأمر بقتلك. خوف هؤلاء هو الذي نجاك. إن دبرت المكائد مرة أخرى فإن آمون نفسه لن يمكنه تخليصك. هيا ابتعد. إن هذه خيانة بحق الآلهة وخدمة المعبد. هؤلاء كفار يخدمون على إهانة أمون. لن تبقى هذه الإهانات بلا جزاء. أيها الأبلة، لقد فديت ألخماه والآخرين بحياتك. لو أنك اخترت قول الحقيقة لكنت الآن في أمان. لقد فديت بحياتي من أجل عائلتي وأقربائي. بيناروس حر طليق، أما بوبيس فيعلق على المشنقة غدا جزاء له وليكون عبرة لمن اعتبر. وأنت يا كيموني اذهب، ولكن اعلم أن الغطاء سينكشف قريبا عن خيانة المعبد، وأنتم جميعا ستعلقون على المشنقة مثل أبوبيس جزاء لكم. هيا بنا. لقد انتهى العرض، الكل يخرج. اخرجوا، لقد انتهى العرض الآن بهزيمة أمن حوتب ونصر كهنة المعبد. الكل يخرج. بيناروس. نعم عالي المقام. ألست أنت هو ساقينا؟ بلى عالي المقام، بلى. فأين شرابنا إذن؟ في الخدمة عالي المقام. إن فضيحة هذه الليلة بسببك يا جناب بوتيفار. إن وزيرنا الحكيم والمدبر لم يستطع أن يثبت لنا جريمة واضحة وضوح الشمس. كنت قد أخبرتني أن الأوضاع بأحسن حال يا جناب بوتيفار.